قولي ربنا اللهم يبارك فيك آمين يا رب. يا رب، اللهم استجب، اللهم بص آمين. حضرتك، انا عايزه اعرف ان بنتي جوزها محرم عليها ان هي ما توديش عيالها المدارس من سنه اولى ابتدائي. حكم الدين في كده ايه؟ ويقول لها ما يعني تعمليش ايه؟ حاجه، ونقول لها ما تعمليش حاجه في الشقه الا قراءه القران. وبعدين ما بيوديش معاه 5 اطفال، ما بيوديهمش مدرسه خالص. انا يعني اتجمعنا العيله كلها والناس كلها كلمته ومفيش مدارس، خلاص اللي في دماغه في دماغه، ما يعني حدش ليه، يكلمه. يعني ليه يا ست مش امه؟ عارف، هو مش راح مدرسه ومراته راحت مدرسه، ده هو جوز بنتي وبناته حلوه زي الفل، يقول لهم لا مفيش مدارس من سنه اولى ابتدائي. يعني البنات، هو مش عايز يعلم البنات؟ مش عايز يعلم البنات. يا سلام. انا عايز اعرف حكمه ده ايه بقى، انا عايز اعرف فيه ايه. انا نويت يعني انني ما اعرفش اعمل فيه ايه، بس اهو بقول جوز بنتي ومعايا 5 اولاد، اعمل فيه ايه؟ وهي مطوعاه على اساس ان هي برضو نفسيتها تعبانه جدا يا دكتوره جدا، ورغم كده بتسكت بتسكت وبتكتم. انا مش عارفه بعد الكتم ده ايه، بعد التخزين اللي فيها ده يعني ايه. هي بتسكت وتكتم، يعني عاجبها اللي هو عامله ده؟ هي غصب عنها، صدقيني والله العظيم غصب عنها، وبتقعد تحكي له وتقول لي يا ماما مش قادره، مش قادره ياخد منها العيال او اخد انا منه العيال، او يحصل في مشاكل بينه وما بيني. بتستحرم بتستحرم ان امال هي هو مقعد تستحرم. العيال بتعمل ايه في البيت؟ لا حول الله قعدت يا رب. في امهم تحفظهم قران بس، هو ده حياته. حتى لو جه ولقى هي قاعده مش بتحفظ قران بيمنعها من المصروف، فهي متعوده انها تهمل في شقتها وايه وتحفظ القران، والعيال عشان بتاكل هو ايه بقى؟ بتاكل عشان ما قرآن يعني ولا ايه؟ العيال عشان بتاكل ما ايه؟ يعاقبهاش، عشان ما الولاد دي، يعاقبها. الولاد دي يا حاج ام احمد بتاكل ايه؟ هو بيجيب لهم اي اكل، مش مشكله، مش ايه ايه يعني ايه لحمه ايه فراخ ايه كلام من اللي ايوه، بس هو ما عايز ينفعش، يقوله. ما ينفعش السكوت على هذا الامر، طب ليس انا من اعمل ايه؟ حقه، ليس من حق. شكرا لحضرتك. يا خبر يا خبر، 5 اطفال قنابل موقوته، 5 قنابل بيكبتهم ويقول لهم انتوا بحفظكم قران والدنيا كده سايبه مع نفسها. ده كويس، هو مناسب للموضوع اللي احنا ابتديناه، انه الاسلام دين الوسطيه والاعتدال. عمر ما كان يعني مقصد الدين منا ان احنا نقعد نحفظ القران. على فكره حفظ القران سنه، انما العمل بما في القران فرض. حفظ كتاب الله سنه والعمل بما في كتاب الله فرض. طبعا لحملت القران وحفظت القران من المكانه عند الله ما ليس لغيرهم. وانه الانسان بيجي ابوه اللي علم ولده القران عليه تاج على راسه يوم القيامه بانه هذا من علم ولده القران، بس ده لمين؟ مش اللي علمه يحسن التلاوه والقراءه ويسيء التعامل مع نفسه، مع الامانات اللي معاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراجل اللي راعي في اهل بيته ما ينفعش يخزن العيال في البيت ويقول لهم مش هوديكم مدارس واقعدوا احفظوا قران. مين اللي قال كده؟ ده ائمه العلم كانوا من المسلمين، كانوا نابغين في العلم، في العلوم الشرعيه وفي غيرها. الاسلام، الحضاره الاسلاميه ما انفجرتش او لم يبزغ نورها في فجر التاريخ بانها الحضاره الخاصه بالفكر الاسلامي فقط، لا، ده اول ما ابتدا الاسلام ينتشر وانتشر بسلوك وخلق المسلمين، وبدا انه يذاع وانه ينتشر يعني الحديث عن الاسلام باخلاق المسلمين، وبدا انه الاسلام ينتشر ويختلط بافكار وثقافات الامم الاخرى، يطرح جانبا السيء منها وياخذ وينفعل ويتفاعل مع هذه الأفكار من الحضارات الأخرى، فكانت الحضارة الإسلامية. الإنسان بيتعلم حتى من فكر المخالف له. الإسلام مش بيخلينا أحاديين في التفكير، بالعكس الإسلام بيخليني مجتمع منفتح. جعلنا شعوب وقبائل عشان إيه؟ لتعارفوا. التعارف يندرج، مش إحنا نقول أهلا وإزيك وسلام عليك وصباح الخير وصباح النور، لا، التعارف هو التعارف على الثقافة، التعارف على الثقافات وثقافات الأمم الأخرى، لأنه في هذا الامتزاج والمزيج بيخرج بيتولد فكر جديد، فكر متحضر. الإسلام مش بيقولنا انغلقوا على أنفسكم، فأخد عيالي اخزنهم في البيت واقفل عليهم وأقول لأمهم ما ينزلوش يتعلموا، وأقول لهم اقعدوا احفظوا قرآن، هتفهم القرآن إزاي وهم بيعرفوش عربي؟ أليس القرآن نزل بلغة العرب؟
ألا تحتاج لغة القرآن أن يدرسها لكي يفهم بها كتاب الله؟ كيف يزج بأولاده إلى هذا الجحيم؟ ويقول لك لا البنات ما علمهمش. مين قال لك؟ ده إحنا عندنا في التاريخ الإسلامي كم من الفقيهات وراويات الحديث، من يبد أن نرجع إلى هذه المراجع لنبصر كيف كانت عظمة الإسلام. على فكرة عظمة الإسلام وعظمة المسلمين والعصور المزدهرة اللي كان فيها العصور المزدهرة في التاريخ الإسلامي، كانت المرأة واخدة فيها وضعها العلمي والثقافي. لم يخلو ميدان من الميادين الإنسانية إلا وكان للمرأة فيها مشاركة. ساعتها كانت الأمم بالحضارة، لأنها تعلم أن المرأة كذلك لها دور فعال وقوي. كانت هناك أم الدرداء التي كانت تلقب بالفقيهة العالمة، كان هناك أسماء بنت يزيد بن السكن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كانت تلقب بوافدة النساء. فكيف يقول هذا بأن حبس أطفال وبناته في البيت ويحرمهم من التعليم إنه من الدين؟ جهلت أمر الدين وأسأت الأمانة. البنات دي لازم تخرج وتتعلم، وما ينفعش ان احنا نسكت ونرضى بهذا الظلم وهذا الغبن. وهتيجي البنات دي في يوم من الايام تقول لك ليه يا امي ما خدتيش موقف مع هذا الاب الظالم الغاصب. ظالم وغاصب لانه بهذا التفكير الذي لا يمت الى الدين بصله، انا بموت بناتي. قد ياتينا ليه احرم المجتمع الخمس بنات اللي عنده دول؟ انه يحرم المجتمع ممكن تكون منهم واحده طبيبه ماهره، مفكره عظيمه، فيلسوفة كبيرة، داعية أو واعظة عظيمة، أو تكون مهندسة كبيرة. قد ليه يحرم المجتمع؟ ما ممكن في الخمس بنات دول عندها من الملكات ما ليس عند غيرها. وأقول أصل ده من الدين، أقول له ارجع راجع الدين. الحديث اللي احنا بنقول قال الله وقال الرسول، كان ممن روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سلسلة، السلسلة بتاعت رواة الحديث، لما بنقول قال رسول الله أو عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، السلسلة دي فيها من أن في هناك راويات للحديث. ونرجع لده في كتب الخاصة بعلم الرجال، عشان ما نجيش نقول إنه لا المرأة ملهاش دور. ده المرأة ده احنا عدنا نتحدث وفتحنا هذا الملف، هنفتخر إن احنا مسلمات. لابد أن يكون في وقفة أكبر من كده يا ست أم أحمد لهذا الأب الغاصب الذي يمنع العلم ونوافذ العلم عن أطفاله. ليس العلم، الإنسان عشان يتعلم حفظ القرآن دون أن يتعلم كيف يفهم القرآن، ما هي دي المصيبة. لابد أن يتعلم اللغة العربية وأن يتعلم التجويد. التجويد مرتبط باللغة العربية، ما يمكنش يتقن ده إلا لما مخارج الحروف ينطقها نطقا سليما. وكذلك أن يفهم كتاب الله، ولن يفهم كتاب الله إلا بدراسة اللغة العربية، ولن تتفتح المدارك بتاعته إلا أن يطلع على ثقافات الأمم الأخرى بدراسة لغاتهم المختلفة والاطلاع على الثقافات المختلفة اللي الأطفال بيدرسوها في المدارس. لابد من وقفة، العيلة توقفها، ولابد أن يحكم عليه ما بينكم أنه دول لابد أن يدخلوا مدارس، وإلا أولادك في يوم من الأيام حيتهموك بأنك تخاذلتي في حق هؤلاء الأطفال. ولا حول ولا قوة